السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن شيء أتوقع أن سمعتوا عنه أو اللي ما سمع عنه ممكن يستفيد من هذا الشيء. أنا ما جربته من قبل ولكن قريت عنه كثير ووجدت أن فيه له فوائد بالذات حق تربة الموجودة في الخليج اللي هي التربة الرملية اللي ما تحتفظ بالماء. فطريقة أن احنا نضيف مواد عضوية ونغذي النباتات والتربة عن طريق إضافة مواد عضوية. الفكرة هي أن احنا ندفن كتل كبيرة من الخشب أو أي مواد عضوية تكون كبيرة وتتحلل مع الوقت وتغذي التربة. وأيضا النقطة المهمة أن هي راح تصير مثل الاسفنجة وتحتفظ لي بالماء في هذه المنطقة، ومع مر الوقت تغذي الميكروبات والدود والكائنات اللي موجودة المفيدة في التربة وتحسن لي قوام التربة مع الوقت، فتتحول إلى كومبوست داخل التربة. هذه الطريقة يسمونها هيوغل كالتشر، راح يطلع عندكم الاسم هيوغل كالتشر. الكلمة ألمانية، المبدأ هو أن احنا نحط قطع خشب ونحطها بشكل كومة وبعدين نحط عليها أغصان وأوراق وكذا، وبعدين نحط عليها تربة وكومبوست، وبعدين نزرع في شكل جبل صغير أو تل، وهذه راح مع الوقت تتحلل وتنزل وتصير تربة جدا خصبة. فهذه المنطقة اللي راح أحسنها وراح أشتغل عليها. قبل لا أبتدي راح أتكلم معكم عن المواد. عندي هذه قطع الخشب اللي موجودة عندي في البيت، قطعتها من شارة شلتها من البيت، فقطعت الخشب واحتفظت فيه لأي سبب كان، فراح أستخدمها لهذا المشروع. عندي أيضا نباتات الفلفل اللي ماتت من الموسم اللي فات، أغصان صايرة، فهذه راح تنحط كطبقة فوق الخشب. عندي أيضا الله يعزكم سماد بقري، وعندي الكومبوست اللي أصنعه في البيت، فهذه كلها راح أستخدمها. وعندي طبعا هذه الكمية من الأوراق أيضا راح أستخدمها، فراح نحط طبقات وراح أراويكم الطريقة بالتفصيل. أول شيء راح أسوي إني راح أحاول أزيل كل هذه الأوراق لأنها طبقة جدا كبيرة، هذه تراكم أشهر وأشهر من الأوراق، فمثل ما احنا شايفين لاحظوا كيف الأوراق بتحلل هني، فهذه قاعدة تتحلل، ولاحظوا كيف إنه لو من فوق الأوراق جافة الرطوبة ما زالت موجودة في الأرض. هذه عندي المساحة، فلاحظوا كيف الأوراق كانت متلايمة وصار كومة كبيرة ومغطية لي هذه المساحة. الريحة ما شاء الله ريحة ريحة كومبوست، يعني ريحة كيف أقول لكم، ريحة غابة بعد المطر، يعني فالريحة جدا طبيعية، يعني ما في ريحة تضايق. فاللي راح أسوي أيضا أني راح أبتدي أحفر وراح أزيل هذه المواد. هذه المواد راح أحتفظ فيها لأنها متحللة وفيها تحلل صايرة شوية كومبوست، وفيها قد يكون فيها ليف مولد اللي هو الكومبوست اللي يصنع فقط من الأوراق، لأن هذه بس أوراق، فراح أزيلها وأخليها على جنب لأن هذه راح أستخدمها وهي مفيدة بالنسبة لي. طبعا مثل ما دائما نقول اي احجار احسن ان نزيلها لما نحسن التربه، على اساس التربه تكون خفيفه وما في تكدس بسبه الاحجار، فاي احجار راح احصلها راح اشيلها واتخلص منها.
نقطة مهمة قبل لا أبتدي بالعملية تركيب التربة هذه. أنا ما هو بالشرط يعني أستخدم الخشب إذا ما عندي خشب، إذا أقدر أحصل سعف النخل أو كرب النخل أو أي مواد عضوية مشابهة للخشب من النخل وغيره، ممكن أستخدمها وأدفنها بكميات على أساس توفر لي هذه المواد العضوية والتحلل، فما في مشكلة إذا أنا ما أقدر أحصل الخشب. فالسعف ممكن نستخدمه أيضا، بالذات حق اللي عندهم نخيل وكذا، ممكن أستخدم هذه الطريقة لتحسين جزء مستقبلي من المزرعة أو جزء من الحديقة حق المستقبل، فهذه ممكن أستخدم هذه الطريقة. الحين أول شيء راح أسويه أني راح أحط طبقة من الأوراق المتحللة في الأسفل على أساس تبتدي تغذي الطبقة اللي تحت، وبعدين راح أحط الخشب وبعدين أوراق وأغصان، وبعدين راح نحط التربة والكومبوست ونخلطهم، لأن مثل ما احنا شايفين هذه تربة رملية احتفاظها بالماء مهب ممتاز، ويفتقر المواد العضوية وتصريفها للماء جدا عالي، فنبغي نحسن هذا الموضوع في التربة. فراح أبتدي أول شيء مثل ما ذكرت بإضافة هذه الأوراق اللي شبه متحللة. والحين أحط الخشب وراح أرد أضيف من هذه الأوراق أيضا المتحللة طبقة بسيطة، فمثل ما احنا شايفين الحين صار في عندي كمية من المواد، اللي يبقى انه الحين احشي بالاوراق والكومبوست واضيف شوي من الرمل على اساس بس انه ارجع شوي من التربة الاصلية، على اساس يكون يعني هم اضيف شوي تصريف من المياه والتربة ما تكون كلش غريبة بالنسبة حق التربة، يعني ما تكون عندي طبقة تربة جدا خصبة وبعدين تربة في القاع تكون رملية جدا. نقطة مهمة هني اذكرها لكم، ان لاحظوا كيف ان هذه المواد ما كلفتني شيء وساعدتني ان املأ مساحة كبيرة، فهذه الطريقة توفر علي اني لو كنت راح املأ هذه المساحة بنفس ما سويت في المساحة اللي ازرع فيها اللي تلاحظون اول فيديو نزلته في القناة وراح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة، استخدمنا التربة حطينا فيها بيت موس وبيرلايت وكومبوست وحسننا التربة بشكل مكلف، خلنا نكون واضحين وصريحين، فهذه الطريقة ما تكلفني أي شيء لأن الكومبوست مجاني أصنعه عندي في البيت، وهذه الأوراق أحصلها بشكل مجاني من الشجرة اللي عندي تسقط أوراقها عندي في البيت، وهذه نباتات ميتة والخشب من شجرة ماتت عندي في البيت قطعتها واحتفظت بالخشب، فهذه تساعدني أني أحسن التربة عندي وأملأ المساحات بشكل ما يكلفني كثير وأحصل على تربة ممتازة. نلاحظ ان في عندي طبقة من المواد اللي غير متحللة في الكومبوست، ما عندي اي مشكلة راح اضيفها وراح تندفن وراح تتحلل ان شاء الله، فهذه ما راح تسبب لي اي مشكلة وراح تتحلل مع الكومبوست.
الحين راح أضيف طبقة من الأوراق الجافة شوي، وبعدين راح أرجع هذه التربة وأحط طبقة قليلة من السماد البقري بس على أساس أغذي الرمل دي. الحين اني راح اروي هذه المنطقة واخلي المواد شوي تنزل وشوي تبتدي تبتل على اساس التحلل يبتدي، لان مثل ما ذكرنا في فيديو الكومبوست وايضا راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة ان الرطوبة مهمة حق عملية التحلل. طبعا انا لو كان عندي قهوة بالكميات اللي استخدمها العادة كنت ضفتها الى هذه المنطقة ايضا، فأي مواد عضوية عندي ممكن أستخدمها، حتى لو عندي طحالب البحر ممكن أغسلها عن الملح في ماء حلو وأضيفها إلى هذه المنطقة، وراح توفر لي عناصر ثانوية جدا غنية وتغذي لي المنطقة. فراح أبل هذه المنطقة وراح نشوف النتيجة النهائية. والحين هذه المنطقة صارت عندي جاهزة، ممكن أزرع فيها لو بغيت. الفكرة من هذه المنطقة مستقبليا راح إن شاء الله أحط فيها نبتتين وستيريا، واحدة بنفسجية وواحدة بيضة، وأخليهم يتسلقون على هذه الطوفة أو الجدار وتنتشر على هذه الجدار تحت ظل الأشجار، ومع الوقت نقلمها وإن شاء الله راح تملأ الجدار هذه بالزهر والورد إن شاء الله. هذه الفكرة على الأقل. أتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، بالذات حق اللي عنده مساحات وما حاب أنه يخسر مبلغ كبير في تحسين التربة. ممكن نستعين بالمواد العضوية اللي موجودة حوالينا من تقليم الأشجار أو النخل، بالذات النخل يعطينا كميات سنوية من السعف والكرب والليف وكذا، ممكن نستخدمه، هذا جدا مفيد. نقطعه ونحطه في ندفنه في الأرض، وكل ما كانت الطبقة أكبر يكون أحسن للتغذية التربة، فهذه راح يكون أحسن لي. الكومبوست إحنا ممكن نصنعه في البيت، الأوراق تكون متوفرة، فنستخدم اللي موجود بالنسبة لنا. ومثل ما ذكرت القهوة، الطحالب إذا كانت متوفرة عندي بحر قريب مني ممكن أستخدم الطحالب، أي مواد عضوية ممكن نستخدمها، ولكن اللي يكون مدفون في القاع يكون مواد بطيئة التحلل وتكون قطع كبيرة أحسن. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو ولو أنه شوي طويل. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان.